بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي وأبنائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله مع بعض النهاردة هنبدأ نحل امتحان الترم الثاني اللي مادة الحاسب الآلي، وهنكون مع بعض في مجموعة من الأسئلة، ومجموعة الأسئلة مكررة في معظم الامتحانات في جميع المحافظات. نبدأ نحل مع بعض. السؤال الأول، ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية. بقول المتغيرات من النوع شورت وانتجر ولونج تستخدم لتخزين الأعداد الصحيحة. احنا عارفين طبعا شورت وانتجر ولونج ومعاهم بايت كمان بتستخدم لتخزين الأعداد الايه الصحيحة، تبقى الإجابة صح. جملة اف وازن تكون أكثر فعالية عندما يكون التفرع معتمدا على متغير واحد. طبعا الإجابة خاطئة، عندما يكون التفرع معتمد على متغير واحد بناخد سيلكت ايه؟ سيلكت كيس، سيلكت كيس. طيب يتم اضافة عناصر الأداة ليست بوكس عن طريق ايتمز، طبعا الاجابة صحيحة، بنبدأ نضيف للليست بوكس والكومبو بوكس عناصر عن طريق ايتمز. بعد الانتهاء من كتابة الكود نقوم بالضغط على مفتاح F7 لعمل ستارت ديباجنج. لا طبعا غلط، بنعمل ايه يا جماعة؟ بنعمل F5 لعمل ستارت ايه؟ ستارت ديباجنج. يبقى F7 دي بنفتح بيها نافذة الكود، ما بنعملش بيها ستارت ديباجنج. طيب في جملة اف يتم كتابة الكود الذي ينفذ اذا كان جواب الشرط نعم بعد else. لا طبعا غلط، بنكتب اذا كان جواب الشرط نعم بنكتب الكود اللي هيتنفذ بعد then. يبقى هنا الاجابة خاطئة. طيب نيجي بعد كده السؤال اللي بعد كده، بقول لي اكتب المصطلح العلمي. خطأ يحدث عند كتابة الأوامر بصورة غير سليمة. طبعا ده الخطأ يا جماعة اللي بنسميه ساين تاكس، أو بنسميه خطأ لغوي، خطأ لغوي. طيب أفضل حلقة تكرارية تستخدم عند معرفة عدد مرات التكرار مسبقا. طبعا عارفين ان هي فور وايه فور ونكست. احنا عندنا حلقات التكرارية في فور ونكست لتكرار عدد محدد من المرات، اما دو وايل ولوب لتكرار عدد غير محدد من المرات. كلمة محجوزة في برنامج الفجوال بيزك تستخدم في انشاء سطر جديد. طبعا احنا عارفين ان هي كلمة VBCRLF، دي كلمة محجوزة تستخدم لانشاء سطر جديد وبتساوي مفتاح انتر من لوحة المفاتيح. طيب حدود القيم المتاحة للمتغير، ده طبعا بنسميه الرينج او بنسميه المدى، بنسميه المدى او بنسميه الرينج، الرينج او المدى. جملة من طرفين يمين او ايمن وايسر وبينهما علامة يساوي، طبعا دي يا جماعة جملة ايه؟ جملة التخصيص. يبقى جملة التخصيص جملة من طرفين، تمام؟ طيب بعد كده السؤال رقم 3، عند تسمية المتغيرات يجب أن يبدأ الاسم بإيه يا جماعة؟ طبعا لما أجي أسمي بيبدأ بحرف أو علامة أندر إيه؟ أندر سكور، بحرف أو علامة أندر سكور. طيب في جملة إف وأزن وإلس ينفذ الكود الذي يلي إيه؟ عندما يكون ناتج التعبير الشرطي فولس، طبعا الكود اللي بعد مين؟ الكود اللي بعد إلس. أما لو كان ناتج الشرط ترو ينفذ ما بعد زن. الأمر تكست إن دوت تكست بتساوي قيمة نصية فارغة، يجعل خاصية التكست للأداة تكست إن تساوي صفر ولا سلسلة حرفية خالية؟ طبعا سلسلة حرفية خالية، وهذا كود بيستخدم لإفراغ الأداة حسب اسم الأداة اللي موجودة عندي يا جماعة. في جملة select case ناتج الشرط في ايه true اذا كان متغير الحلقة 14. لو متغير الحلقة 14 تمام فبيكون ناتج true. تعال نشوف كده، نحط هنا 14 بيقول لي is، يبقى case is 14 اكبر. هيقول لي هنا case is 14 اكبر من 14، لا طبعا false. عندنا هنا بيقول لي is 14 اصغر من 10 برضو فولس. اما لو قال لي ال 14 بين ال 10 وال 14 يبقى اللي هي كيس 10 تو 14، اذا ال 14 موجوده هنا يا جماعه في النطاق ده تمام، يبقى احنا هناخد
الإجابة اللي في النص، يبقى كيس 10 تو 14. جميل أوي. تنتهي الحركة التكرارية في جملة دو وايل إكس أصغر من أو يساوي 1. أمتى تنتهي الحركة التكرارية لو كان التعبير الشرط ده فولس؟ أمتى يكون فولس؟ تعال نجرب كده، لو حطينا صفر هنقول له صفر أصغر من أو يساوي 1 ده ترو، طب 1 أصغر من أو يساوي 1 ده ترو برضه، طب الاتنين؟ إذا الاتنين هي اللي هتديني ناتج التعبير الشرط فولس، وبالتالي تنتهي الحلقة الإيه؟ التكرارية. بعد كده في مقارنة بين الأخطاء الإملائية اللي هي سينتاكس وفي الأخطاء المنطقية. طبعا الأخطاء الإملائية يا جماعة تحدث عند كتابة الكود بصورة غير إيه؟ غير سليمة، زي أجي أكتب دم أكتبها دن بالإن، أو إن أنا أعلن عن ثابت وما أحطلوش قيمة، ده بنسميه خطأ لغوي، يبقى تحدث عند كتابة الكود بصورة غير سليمة ولا تسمح بها بيئة التطوير المتكاملة. أما الأخطاء المنطقية لوجيك إيرور دي تحدث عند استخدام تعبيرات حسابية بناؤها خاطئ ولا تؤدي إلى توقف البرنامج، تمام كده؟ وعشان أتغلب عليها بستخدم بيانات معروف نتائجها مسبقا. طيب تعال نشوف كده الإجراء صب والإجراء فانكشن. طبعا احنا قلنا الإجراء صب لا يعود بقيمة، أما الدالة فانكشن تعود بإيه؟ بقيمة. الإجراء صب لا يستخدم في جملة التخصيص، أما الدالة فانكشن تستخدم في الطرف الأيمن من جملة التخصيص لأنها تعود بقيمة، وإحنا عارفين إن القيمة في الطرف الأيمن. طيب بعد كده بيقول لي من خلال الأوامر التالية أجب عما يلي. طبعا هنا قال لي ديم اكس واي اس سنجل، وبعدين 4 اكس بتساوي من 10 ل 2 تو 2 ستيب سالب 2، يعني معنى كده ان هو تنازلي لان البدايه اكبر منين؟ اكبر من النهايه، يبقى القيم اللي هتطلع عندنا 10 8 6 4 2، تمام الكلام؟ يعني عدد مرات تكرار 5. مين اللي هيتكرر 5 مرات؟ الكود اللي موجود في النص هنا يا جماعه، الكود ده اللي هيتكرر 5 ايه؟ 5 مرات، وبعدين نيكست، وبعدين مسج بوكس ايه؟ مسج بوكس اند. طيب مخرجات البرنامج من خلال مربع الرساله مسج بوكس هي الاعداد. طبعا احنا عارفين اول حاجه هيقول لي واي بتساوي، هي واي بكام في الاول؟ بصفر. طبعا احنا بنقول استخدمنا هنا اكس العداد عشان يحدد لي عدد مقدار التكرار اللي هو تكرار الكود اللي بين 4 ونيكست. فاحنا عندنا اول يبقى الكود ده هيكرر 5 مرات. طب تعال نشوف كده، اول مره الواي بصفر، صفر زائد 5 بكام؟ بخمسه، تمام، يبقى الواي بقت بخمسه. تاني مره هيبقى 5 زائد 5 ب 10، يبقى احنا هنا هيبدا ازاي؟ اول مره هيعرض لي 5، وبعد 5 هيعرض 10، وبعد 10 15، بعد 15 20، تمام كده، وبعد 20 هيعرض 5 وايه؟ 25. وطبعا كل ده هيتعرض فين؟ هيتعرض في المسج بوكس ايه؟ مسج بوكس واي. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي اذا غيرنا قيمه الزياده ستيب لتكون عدد موجب فان مخرجات البرنامج هتكون، طبعا هتكون كلمه ايه؟ كلمه اند. يبقى احنا عندنا هنا لايه بقى؟ هيبقى كلمه اند، لان ما هيتنفذش الكود هنا، يعني هيقول لي من 10 ل 2 ستيب 2 مثلا، تمام، يبقى مقدار الزياده بالموجب، وانا عندي من 10 ل 2 ما ينفعش، لازم مقدار الزياده يبقى بالسالب، يبقى ما هيتمش التكرار اند. طيب قم بتحويل الاوامر السابقه باستخدام جمله دو وايل بدلا من فور ونكست. طبعا احنا بنقول عشان احول الجمله دي لدو وايل هنعمل ايه يا جماعه؟ الاول هنكتب فوق هنا اكس بتساوي، ونحدد البدايه اللي هي كام؟ اللي هي 10، وبعدين هنشيل الفور ونكست، وهنقول له ايه بقى؟ هنقول له دو وايل طالما خلاص الاكس اكبر من او تساوي 2 اللي هو مقدار الايه؟ مقدار الزياده. طول ما الاكس اكبر من او تساوي 2 يعني عندنا ال10 وال8 وال6 وال4 وال2 كمان، تمام كده، هينفذ الكود ده، وهنشيل نيكست طبعا، وهنحط مقدار الزياده. طبعا احنا عندنا مقدار الزياده هقول له اكس بتساوي اكس ناقص كام؟ اكس ناقص 2، ده مقدار الزياده. وبعد كده طبعا هنحط ايه؟ هنحط لوب مكان نيكست. يبقى انا كده حولت الكود بتاعي من فور ونيكست الى دو وايل، وكده يبقى احنا خلصنا الامتحان الخاص بالترم الثاني. اللي لسه مشتركش معانا في القناة يضغط على سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. واتمنى نكون استفدنا في الفيديو بتاع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.